تجويد الثاني على ضربه ونشكروا جميع واحد وقف معنا في ريزيدون ستاف تكنيك مونترينور درنا كان عام طويل درنا عام مليح وين دقتنا كي خسرنا ديمي فينال تاع كوب الجيري والحمد لله خلفناها وربحنا الشامبيون الحال حنا شوف ما درنا حتى تحضير كما يقولوا سبيسيالمون لهاد البلاي اوف في ماتش الشامبيون ما يكذبش عليك باللي حنايا من 17 سبتمبر حنا نوجدوا لهاد التيتر لان هاد التيتر تاعنا العام اللي فات حنا ديناه لازم علينا نديفونديوه. شوف بي كيش يقولوا الناس كاع اللي كانت تشوف هنا والميريت تاع فيكتوار اسمحوا لي بكل احترامات للفريق اوزيوم لعبنا خير منهم كنا في الشوط الاول كنا قادرين نقتلوا المباراه الحمد لله بالتغييرات اللي درناهم قدرنا نسجلوا الهدف في الدقيقه في لا دانيير سيكون والحمد لله يعني التيتر قاعد عندنا ونحمد ربي ونشكره وهذا الاداء نهديه لبنتي ساره وحباباتها راح يجوزوا الباك ان شاء الله غدوه ان شاء الله وكل اصحاب الباك ان شاء الله ربي ينجحهم ويعطيكم ساعه بارادو. الحمد لله مدينه وهران مدينه كبيره مدينه تاريخيه مدينه معروفه كان المنشات قاعه كما تشوفوا قاعه عالم بمعايير عالميه كل شيء كان رائع النقل التلفازي الحضور الاعلامي كبير اللقاء كان نديه في اللعب كان مستوى كبير التنظيم كان محكم بارك الله فيكم وشكرا لجميع مسؤولي وسكان ولايه وهران يعطيكم الصحه على الوقفه اللي وقفتوها معنا.